طلب الخير كل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد بشار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة كالمعتادة. البداية مع سفيان ومجموعة من العناوين والأخبار. مرحبا سفيان. مرحبا أزل ومساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا بدايتنا حتكون مع الأخبار والعناوين. تفاصيل جديدة عن حادث مقتل عائلة في البصرة. السوداني: مصانع بابل توفر أكثر من 4000 فرصة عمل. الأنواء الجوية تقول غبار وأمطار خلال الأسابيع أو الأسبوع المقبل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير سفيان. الله بالخير أزل. يعني رغم أنه هي نهاية أسبوع الخميس، ويعني نتمنى دائما أن تكون نهاية أسبوع بها على الأقل إيجابية، ما نقول سعادة لكن على الأقل نوع من الإيجابية. منذ البارحة يعني حتى العناوين هي الأول عن موضوع الفاجعة التي هزت ليست فقط البصرة وإنما العراق بأكمله وكل من شاهد أو يتابع الموضوع. طبعا موضوع أبدا يعني حتى بالأفلام يعني ممكن واحد يشاهد مثل هكذا قتل جماعي. الموضوع الثاني رغم أنه مش قد إيجابي لكن غطى عليه الموضوع الأول، افتتاح عدد من المصانع اللي راح توفر فرصة عمل لأربعة آلاف شخص، والحلة محتاجة من زمان جداً. مثل هكذا خطوة يوم إن شاء الله لبقية المحافظات والمدن أن يكون بها مصانع. فعلا نحتاج إلى إعادة هذه المصانع سواء حكومية أو أهلية. صح. لإعادة انتعاش الاقتصاد. تدرين بأنه من المهم جدا حتى هاي الزيارات اللي قام بها الحكومة المركزية اللي مثلها سيد السوداني لبابل لازم تكون باقي المحافظات لتشجيع حتى الاستثمار الخاص في هذه المحافظة وتوفير فرص صح. عمل. بابل كذا مرة حاكين يا سرمد تعاني من مشاكل كثيرة، منها الخدمات ومنها البطالة اللي تاكل بشبابها، اللي بالتالي ينقلون للعاصمة أو غير محافظات ويدمرون يعني البنية الاقتصادية لمحافظتهم نفسها لعدم توفر فرص عمل فيها. فإن شاء الله يا رب يكون هذا الخبر فعلا وتزيد فرص العمل بها. أما الغبار والأمطار الأسبوع المقبل، أنا أول ما سمعتك قلت يعني رجعنا لغبار من نانا وأمطار من نانا، ودرواكم على نفسكم خاصة جماعة الغبار يعني اللي حتوصل الربو. صح يعني الغبار. هذا التغير المناخي الغريب العجيب يمكن نحن لازم نتعود عليه حتى من هذه من هذا الموسم والمواسم الجاية، لكن علينا أن نضع خطوط واضحة أو خطوات أو خطط للمستقبل حتى نتفادى الغبار، نستفاد من الأمطار وغيرها. طيب نرجع للموضوع الأول. الموضوع الأول حقيقة يعني كل من شاهد المقطع بدون أن يتم تغويشه طبعا، وهذا خطأ كبير رح نحكي بهذه التفصيلة. المنظر كان مرعبا للغاية. مو من السهل أن تجد 12 شخص في مكان واحد هم مقتولين بطريقة بشعة، من ضمنهم نساء ومن ضمنهم أطفال ودون سبب. يعني هاي أرجع أقول إحنا نشوفها ممكن بالأفلام، وحتى بالأفلام لا نستطيع يعني كل شيء أثر، من يتابع الأفلام كل شيء أثر على نفسيته. ما حدث لا زال يعني يمكن يشكل عند أهالي البصرة لغزا، رغم أنه القوات الأمنية والداخلية أثبتت تورط الأب بعد أن شاهدوا كاميرات المراقبة وبعد أن شاهدوا تليفونه أو فتحوا تليفونه. لحد الآن يعني الكفة ترجح أنه الأب، في حين الناس وحقها الناس يعني تعرفون الفضول وقال وقلت والناس كل واحد إحنا تعرفون يعني هم كلتنا صرنا دخلنا في دائرة التحليل سواء السياسي الأمني الاقتصادي كلتنا محللين. يعني أنا شفت منذ البارحة لحد هذه اللحظة تحليلات وشلون قتل وشلون دخل وما حد رد فعله، وهذه فضول الإنسان. لكن ما يصير ننصب نفسنا إحنا مكان الداخلية والأجهزة المعنية. رح نحكي تباعا بمواضيع مهمة ممكن الموضوع تم يعني طرحه بشكل مفصل حتى على القنوات، لكن احنا رح ناخذه من زوايا أخرى، من زوايا بها توعية. احنا رح نطرح القضية من زوايا ثانية حتى لا تتكرر مثل هكذا أمور، وحتى نستفاد من هذا الدرس، لأن الموضوع عندما انتشر والمقطع عندما انتشر أثر بشكل كبير وسلبا على نفسياتنا جميعا. يعني أنا 9:30 صباحا يلا قدرت أنام. مثلي أنا شفت أنه لأني يعني قاعدة أتابع الأخبار أول بأول، شفت الكثير من العائلات. ولا تنسون أنه مواقع التواصل الاجتماعي متابعة من كافة الأعمار.
خلينا نشوف بس احنا التقرير كيف تم، يعني تعرفون انه بعد ما طوقوا المكان ليله امس وراء الحادث اكيد لازم ينقلون الجثث، ولازم يكون هناك تطويق لمسرح الجريمه والتحقيق والبحث عن كاميرات المراقبه والتحقيق حتى مع الناس المقربين. شوف جزء وجانب مما حدث ليله البارحه، ونرجع نحكي مع ضيوفنا اللي لازم مثل ما قلت لكم ان يعني نحكي بالمواضيع اللي تخص هذه القضيه ونحكي مستقبلا حتى لا تتكرر مثل هكذا امور. والله الأكبر واحد أمه، الأصغار واحد عمره سنة وسنتين، والثالث شباب عمره 15 بـ20، ومرة رجالة مرة كبيرة، ونساء بالـ35، يعني النساء عدد 3. الحجية لا حجية اسمه موجود كلهم موجودين بمكان واحد، كلهم موجودين، وبالآن نفس الشيء هم موجودين بالعمر بالـ45 سنة، نفس الحادث كلهم موجودين. عمي والله ما أعرف، هسه أعرف غريب وياهم هم 12 16 ما نعرف، ما خلونا نطب يعني، ما جاي نشوف نعرفهم وياهم، بدي اشوف عائلتي غير مهنه، غير انا عمهم بدي اشوفهم وياهم ميت يا الباقي يا ما جاي اعرف. مطالباتنا بس توقفنا على الحادث، نشوف خلينا نشوف احنا الكاميرات يشوفون شلون الحادث صار، بس احنا ما نعرف شنو السالفه، راسا الطو هو الجاني هو قاتل عائلته، الجنايه بعد تو موجوده، شوف ساعه طو التحرير بساعه عرفوا هو قاتل عائلته، يعني ما صار دقيقة واحدة وعرفوا وقعت عائلته وين صايرة؟ اللي جاية موجودة، الكاميرات تو خذوها بعد ما مطين عنها، شلون الذاية حاطت عنها هو مقاتل عائلته؟ يعني شلون صار هالشيء؟ والله ما أدري. ما أدري شلون صار الشيء هذا ما أدري. طيب يعني مثل ما شاهدنا احنا هذا جانب ما بعد الفاجعة صراحة التي هزت ليست فقط البصرة وإنما كل من تابع الموضوع في كل أنحاء العراق. لحد الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي تضج بالموضوع وتتكلم وتتحدث بتفاصيل القضية، وقلت لكم كل واحد يحلل من مكانه حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. المرة خلينا نعرف احنا آخر المستجدات التحديثات على هذه القضية. ينضم معنا مراسلنا من هناك عمار السعد من أمام منزل الفاجعة طبعا الكبيرة، والله يساعدك عمار. أهلا عمار، الموضوع لا زال أنا أشوف هناك تطويق أمني كبير، هل هناك جديد غير اللي احنا حكينا به أو المتعارف عليه؟ مرحبا أزل، مرحبا سفيان. الجديد هو أنه الجثث سوف تسلم بعد أنه انتظرت من أمس إلى اليوم في دائرة الطب العدلي أخذ نماذج من الإطلاقات اللي موجودة في الأجساد لمطابقتها مع السلاح اللي تم بارتكاب الجريمة. نعم. وتم أخذ المستمسكات الرسمية حتى بالتالي يتم دفن هذه الجثث وإطلاق عملية الدفن بعد أن تأخرت بسبب الإجراءات القضائية. أيضا هناك أوامر قضائية صدرت بحق شخص لربما يعني هو من كان له العلاقة السببية بالموضوع، اللي يعني له علاقة مالية مع الشخص واللي لربما كان هو سبب المشكلة في أنه تفاقمت، وبالتالي أخذ مبلغ كبير من هذا الرجل، وبالتالي انعكست على قيام هذا الرجل بهذه الجريمة. المنزل اللي وقعت به الجريمة هو خلفي حاليا، وهو مطوق أمنيا للحفاظ على الممتلكات والأشياء اللي موجودة. لحد الآن مسرح الجريمة ما زال موجود، الدماء موجودة في الغرفة، خليكم تشوفون هذا هو البيت. نعم. حاليا، وهذه القوات الأمنية حاليا اللي تحرس هذا البيت من أجل الحفاظ على الممتلكات. البيت مفتوح من جوه، لكن تعرفون أمر قضائي الدخول إليه. نعم. والشرطة فقط موجودين عند الأطراف. نعم. لحد الآن لم يأتي أي شخص من أقارب العائلة أو من طيب عمار خلينا نوقف عند الأقارب إذا تسمح لي. اكو فشي هواي ناس. نعم. انا شفت هواي فيديوهات. نعم. الجيران الناس اللي ابدوا باللقاءات حكوا كانوا متشككين من هذه الروايه بان هو قتلهم وغيرها، بعد ما صدرت النتائج الاوليه خلينا نقول التحقيقات واثبتت بان هو الاب شال السلاح وقتلهم. نعم. هل تغيرت هاي وجهه النظر عند اهل المنطقه وقرايبه، لو بعدهم قرايبه واهل المنطقه مصرين على انه صار فشي غير هاي الروايه؟
الكل أجمع سواء كانوا من الجيران من الأقارب من معارف الرجل على أنه هذا الرجل حسن السير والسلوك. نعم. وهذا الرجل هو رجل كادح ولديه أكثر من بيت، يعني رجل إحنا نقولها بالعامية ملاش، ولديه قطع أراضي وهو مقاول، يعني مو بذلك الفجاعة أو بتلك السمعة اللي سمعناها باعتبار أنه مطلوب مبلغ كبير. في هذا الشارع لديه بيتين، البيت الأول اللي هو خلفه والبيت الآخر اللي هو للزوجة الثانية اللي هي أعتقد من الجنسية السورية. نعم. في هذا المكان فقط. لكن موضوع أنه هو قام بقتل هذه العائلة وقتل نفسه هو موضوع ما زال صدمة كبيرة للأقارب وللجيران الكل. أسا حاليا أنا من وقفت هنا قبل لا نطلع مباشر، أقرب واحد أبو الدكان مدح مديح كبير بهذا الرجل كونه ملتزم دينيا وكونه حسن السير والسلوك، وما فد يوم من الأيام يعني تم سماع أي إشاعة أو أي شيء يلوث سمعته. طيب. شلون هذا الرجل أقدم على هذه الجريمة وقتل عائلة بأكملها بدم بارد، وبعد أن قام بعملية القتل اتصل بصديقة برسالة صوتية بالتليفون وأخبره بأنه زوجته السورية في ذمته يجب إيصالها إلى أهلها وأنه قام بقتل جميع أفراد العائلة، وأنهى الرسالة الصوتية ودخل أجهز على نفسه ببندقية أزل. طيب عمار خلينا نشوف وزارة الداخلية. مخازن. عفوا هذه مخازن. المعلومة. نعم. عفوا ثلاث مخازن. نعم. مو مخزن واحد. نعم. الغرفة يعني مثقبة بالكامل، مخزن واحد وخلص المخزن الثاني أي 90 إطلاقة، لكن الجيران ما سمعوا إلا بعض الإطلاقات في نهاية المطاف كونه في غرفة مغلقة وفي آخر البيت. والجريمة تمت في ساعات ربما الساعة بالخمسة، والجيران أو الأقارب بعد ذلك الساعة بالتسعة بالتسعة وشوية إلا عرفوا أنه الجريمة تمت وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وبالتالي هذا المكان كان أعتقد من خلال صديقة، يعني هو اللي عند الخبر كان أكيد هو اللي بلغ بالضبط. تمام. هذا الصديق اللي دز الرسالة الصوتية. نعم. وصديق إجى إلى مكان الحادث وأدلى بما لديه. طيب من إشادة. طيب إيش قد عمره تقريبا؟ لكن القوات الأمنية عندما تصل 45 سنة الشخص اسمه عباس أبو علي 45. نعم. سنة. المتوفين أولاده زوجته والدته صح بنته أخوانه صحيح من 12 المتوفين. نعم. المتوفين أزل اللي شفتوهم بالمجزرة اللي موجودين تقريبا بالعشرة في غرفة، كان من بينهم أمه وأخوانه اثنين. نعم. وبنته كانت موجودة عند جاية خطار. نعم. مع ابنها أبو السنة. نعم. وأيضا أطفال آخرين، أما زوجته وبنت أخرى كان في غرفة أخرى ثانية. أه. اللي ما تم تصويرها، فقط التصوير كان على هذه وراح قتلهم بعدين، يعني أكمل عشر نفرات أكمل من المجموعة الكبيرة ثم انتقل الجريمة. أه. وبعدين انتقل إلى الغرفة الأخرى لقتل الزوجة وبنته. عندك شيء عمار بعد الاتصال بعد ذلك؟ نعم. عندما قتلهم. نعم نعم عمار. نعم. عندما قتلهم وانتهى من القتل خرج في الطارمة يعني في الجراج. نعم. والكاميرا أعتقد مسجلة لهذا الموضوع، وبدأ يتصل أو بدأ يدز رسالة صوتية إلى صديقة، وبعدين دخل إلى البيت وأجهز على نفسه. لكن الجريمة تمت بثلاث شواجير أي بتسعين إطلاقة. عجيب. وما زالت الغرفة اللي حاوي على الدماء موجودة، وما زالت الدماء موجودة، ما عدا جماعة الأدلة الجنائية أخذوا الظروف اللي هي الإطلاقات زائدا بعض الأدلة من أجل استكمال الأعمال التحقيقية. طيب. لكن لحد الآن. نعم. لحد الآن القوات الأمنية في مدينة البصرة اللي قامت بإجراءات سريعة طبعا وفورية ومشكورة ابتداء من شرطة التنومة اللي شط العرب إلى القيادة قيادة الشرطة إلى جميع الجهات الأمنية اللي موجودة. نعم. بينت بيان وأكدت بأنه الموضوع ليس جريمة وإنما الموضوع هو موضوع شخص قام بقتل عائلته لحد الآن. نعم. والتحقيقات مستمرة والعمل القضائي مستمر. الأدلة. نعم. الأدلة. نعم. الأولى أو التحقيقات الأولية الإثباتات الأولية تثبت أنه الأب. يعني نشكرك عمار السعد حقيقة، وأرجع أقول الموضوع مو مهين لحد الآن مهم. الموضوع بتفاصيل كثيرة. لكن يعني بشكل واضح تسليط الضوء عليه مهم جدا حتى طبعاً نشوف شنو اللي صار طبعاً حتى طبعاً ما يتكرر بباقي الأماكن. خلينا نشوف وزارة الداخلية إيش قالت حول هذا الموضوع من خلال العميد مقداد ميري اللي حينضم لنا. سيادة العميد أهلا وسهلا بك ببرنامج أهل المدينة وشكرا لتواجدك ويانا. سيادة العميد يعني أهلا بك. يعني دا يقولون هو إذا عنده ديون فهو عنده بيوت يقدر يبيعها ويسدد، هو يقول لك خوش رجال وسمعته طيبة وغيرها،
شنو السبب أنه هو قام بهذه الجريمة لحد الآن؟ هل النتائج الأولية للتحقيقات بينت؟ يعني هل هو مثلاً على عقارات، أدوية مثلاً عليها، مخدرات، شنو صار؟ عندك معلومة جديدة؟ سفيان، القانون لا يعمل بالعلم الشخصي وإنما يعمل بالدليل المادي. بالضبط. العلم الشخصي حسب السيرة والسلوك، لديه أموال، لديه كذا، هذا علم شخصي. الدليل المادي أن الشخص هو من قام بارتكاب هذه الجريمة المؤسفة البشعة التي هزت الشارع العراقي وتهز ضمير كل إنسان. اليوم 12 إنسان قتلوا بهذه الطريقة، لكن ما مسلم به وما هو مجزم من قبل المحققين ومن قبل الأدلة والمتابعة والكاميرات والأخ مراسلكم في البصرة أوجز بشكل تفصيلي الموضوع، أن الشخص هو من قام بقتل عائلته، وبالتالي بعد أن انتهى من الموضوع أجهز على نفسه، ولكن كل ما موجود حاليا هو كان بسبب ضغوط مالية، قام بارتكاب هذه الجريمة. طيب سيادة العميد، اليوم هذا يمكن طلعنا للواجهة مرت اللخة، وهذا الملف أيضا وزارة الداخلية يعني لازم تهتم به، اللي هو السلاح. هذا السلاح اللي كان عند هذا الشخص، هل هو مرخص؟ يعني هو جايبه أم هو سلاح غير مرخص؟ ورجعت لنا للواجهة من جديد السلاح المنفلت والسلاح اللي لدى المواطنين اللي يسوون به أي شيء. فأول شيء يقول لنا هل هو كان مرخص لولا السلاح، واثنين هل هناك حملة حقيقية في البصرة لأخذ الأسلحة من المواطنين على الأقل وسحبها من عندهم؟ يعني أستاذ الفاضل، هي المشكلة ليست في موضوعة السلاح، المشكلة بالتعامل مع السلاح. اليوم حتى في قانون حصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة أجاز لكل مواطن الاحتفاظ بقطع السلاح، واليوم احنا ما نقدر نمنع انسان يمتلك قطعه سلاح داخل داره اذا اراد ان يرتكب جريمه. اليوم الانسان اذا قرر ان يكون مجرما لا حدود للجريمه، كما شاهدنا في هذا الموضوع. السلاح الموجود بحوزته لم تتوفر لديه، لم اسال عن هذا الموضوع اذا كان مرخص او غير مرخص، بالتالي هو نفذ الجريمه بسلاح. هذا الموضوع يخضع للمحققين وننتظر ماذا كان السلاح مرخص أو غير مرخص، لكن بالمجمل أن الجريمة لم تكن بفعل فاعل خارجي، وإنما كانت بفعل هو الأب نفسه من قام بارتكاب هذه الجريمة ولدوافع مالية. موضوعة السلاح المنفلت وغيره، تعرف هذا مو يعني وليد اليوم، هذا نتيجة تراكمات سنين، والآن الدولة لديها برنامج في هذا الموضوع وتخطو خطوات، لكن تعرف هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مسافة زمنية طويلة حتى نسيطر على هذا الموضوع. طيب سيادة العميد، أكو قضية كلش مهمة وحساسة صارت، ممكن تعتبر هو خطأ، يعني مو معناتها أنه عندنا عائلة قد قتلت أنه أثر على مجتمع بأكمله. يوم أمس كان المقطع الفيديو الذي انتشر أولا وانتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي بدون فلترة بدون تغويش، شخص يعني يبدو انه هو من الداخليه، لانه انا كنت اسمع صوت اخر يقول ممنوع التصوير، لا يمكن التصوير، اذا كان من خارج عن الداخليه والرجال الامن فممنوع الدخول، لان هذا مسرح جريمه المفروض يغلق، واذا كان من الداخليه اتمنى ان يكون هناك تحقيق لمعاقبه من يسرب مثل هكذا مقاطع، ممنوع منعا باتا ان يسرب اي مقطع. ما يصير احنا نشوف الدماء ونشوف الجريمه بهذا الشكل، يعني احنا الكبار، انا ما اتحمل لحد الان، انا وضعي مو تمام النفسي زين. طيب احنا مواقع التواصل الاجتماعي يشوفونا مراهقين وصغار ونساء وناس قلوبها ضعيفه منذ البارحه. احنا المجتمع، احنا مو معناتها انه عندنا ماتوا 12، احنا نقضي على مجتمع نفسيا منذ البارحه وضع مو تمام في يعني عند الناس. ناس عندها امتحانات الثالث ابتدائي راح يبدي، ناس عندها مراجعه، ناس عندها مريض مترهم، فانا اتمنى ان يكون تحقيق بهذا الموضوع واعطاء اوامر صارمة وحقيقية ومخيفة ومرعبة وقاسية لكل رجال الأمن. عدم التصوير، وأي واحد يصور يتم فعلا يعني معاقبته. هذا أريد أسمع منك، منو سرب المقطع؟ نعم ستعز، الآن أتفق معك تماما وأضم رأيي إلى رأيك. تسريب هكذا مقاطع وهكذا جرائم موضوع مخل تماما وغير صحيح، وقبل أن تذكرين هذا الموضوع فتح تحقيق موسع بهذا الموضوع، وشكل مجلس تحقيقي بأمر وزارة الداخلية طبعا لمعرفة من الذي قام بتسريب هكذا فيديوهات. في العرف القانوني وفي القانون والتحقيق مسرح الجريمة خط أحمر ومصان، ولا يجوز تسريبه، بالتالي تسريب هكذا فيديوهات لهكذا جرائم
تأثيرها هائل جداً على العوائل وعلى الناس، وقد تشجع إلى الجريمة في أماكن أخرى، وقد تشجع إلى العنف وتؤدي إلى أسباب مأساوية. مسرح الجريمة بعرف القانون كما ذكرت لا يجوز تصويره إلا لمن يحتاج كالأدلة الجنائية وغيرهم يحتاجون إلى هذه الأشياء، لكن تسريبها إلى وسائل الإعلام كان خطأ وفتح تحقيق بهذا الموضوع وسيحاسب الفاعل. طيب احنا نتمنى ان يعمم، يعني ناخذ من هذا درس من هذا الموضوع وان يعمم الموضوع على كل رجال الامن. اول شيء ممنوع دخول اي شخص مهما كان، مثل ما شفنا احنا بعد الحادثه كان ممنوع والناس تطالب بالدخول، ممنوع خلاص خط احمر، هذا مسرح جريمه لا يمكن الدخول. والشغله الثانيه انه احيانا نريد يصير سبق انه انا ارسل، يعني تعرف احنا عندنا ممنوع ايضا يتم اعطاء اوامر حقيقيه، يعني واضح قانون واضح، كل من يصور مسرح جريمه وينشرها يحاسب مثلا بالفصل، يحاسب بعقوبه معينه بالسجن مره مرتين. احنا يعني يجب ان يكون هناك تطبيق القانون حتى يكون واضح للجميع. زين قلت لك انا هذا موضوع قانوني، مسرح الجريمه لا يجوز تسريبه، المتهم لا يجوز تصويره. انا الان اتكلم معك، انا عضو الان في لجنه تحقيقيه صح على احد مراكز الشرطه في بغداد بسبب تسريب صوره متهم. صحيح كارثه تحقيق وزاره الداخليه لا تسمح لهذه المخالفات اطلاقا، مرها تنعاد حتى المتهم لا يجوز تصويره لانه بريء حتى تثبت ادانته. طبعا واحد. اثنين، مسرح الجريمه وهذه المناظر البشعه والاطفال والنساء لا يجوز باي شكل من الاشكال، ولا نسمح باي شكل من الاشكال بايصال هكذا صور الى المجتمع. هذه تحصر فقط بالمحققين والجهات التي تحتاج اكيد، لكنها حاليا وصلت. لذلك نتمنى ان نسمع منكم الخبر ان يكون هناك محاسبه من الان ومستقبلا لكل من يسرب هذه الصور. نشكرك سياده العميد مقداد ميري المتحدث باسم وزاره الداخليه، لازلنا احنا بصدمه الفاجعه ولذلك رح يكون ويانا احنا مختص بهذا الموضوع. الدكتور امين الزامل هو طبيب نفسي لتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع. دكتور حبديوك، يعني احنا نعرف بان هنالك مشاكل نفسيه كثيره لدى بالمجتمع، وخاصه بانه احنا ما عندنا هذه الثقافه الذهاب للطبيب نفسي ومعالجه الذات وغيرها، بس من خلال خبرتك تتوقع الضغط النفسي الجاي من مثلا ديون او غيرها من الاشياء قد يؤدي بالاشخاص السليمين والصحيحين واللي ما عندهم مشاكل نفسية إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، أم أنت ترجح الفكر اللي يقول بأنه هو أصلا عنده مشاكل نفسية وهذا اللي جاء الديون اللي صارت عليه والضغط اللي صارت عليه أدت إلى فعلته؟ في البداية يعني أشكر الشرقية على هذه الاستضافة والاهتمام بمواضيع اللي تخص البصرة والعراق عموما. واجبنا طبعا في البداية، يعني تعرفي مثل ما تفضلت بالتقرير الست أزل، يعني حادثة جلل يعني سابقة جديدة أثرت وصدمت المجتمع البصري والمجتمع العراقي بصورة عامة، ونعزي يعني ذوي الضحايا في هذا المصاب وندعو لهم بالمغفرة والرحمة للجميع. السؤال اللي تفضلت به بعيدا عن التأويلات و الاختصاص الجنائي العدلي اللي يقوم به يعني اجهزتنا الامنيه خصوصا في الادله الجنائيه وهي معروفه بكفاءتها، يعني احنا بصوره عامه نتحدث عن النفس والطب النفسي والافكار انه دكتور، يعني هو انا عمود اخذ من عندك الجواب، عمود نستثمر الوقت ويا حضرتك ونستفاد من خبرتك بهذا الموضوع. طيب اكيد احنا بدنا نقول هذا التحقيق او هاي نتائج التحقيق، احنا بدنا ننتظر النتائج الاخيره والكامله. انا قصدي سؤالي، هل بعض الامراض النفسيه لدى الانسان قد تؤدي بمثل هذا الفعل؟ ممكن الانتحار، ممكن ان يعني يحدث او يخطر الافكار الانتحاريه على اي شخص في اي عمر في اي مكان مهما كان عائلته جنسه ومهما كان خلفيته. يعني بشكل مفاجئ دكتور، انا اسف لانه منذ البارحه كان هناك الناس خايفه من نفسها، يعني تقول لك اذا كان شخص عمره 45 سنه وما مسوي فد شيء بحياته والناس تحمد باخلاقه وتحمد بصحته وتقول ما بي شيء وبلحظه يقتل 12 يقتل نفسه، اذا معناته الواحد يخاف من نفسه. هل هي تراكمات، يمكن سفيان يقصد، هل هي تراكمات ادت الى هذه الضغط النفسي له؟ هو اكو احيانا يصير هناك ابن اللحظه. صحيح ست ازل، يعني مع تأييدي لكل الاراء الجيده بالمتوفى واللي سبب الضحيه، ولكن يعني النظره الاختصاصيه للطب النفسي ممكن ان تكون يعني لها راي اخر، لانه هذه الناس الغير متخصصين ممكن يعني
نوع من الاضطرابات النفسيه تقدر يعني تؤدي الى هذا الفعل. وكنا مثل ما يعرفون الاطباء الاختصاصيين ممكن الانتحار يعني اذاء النفس وانهاء الحياه بفعل بعد توفر النية. اذا تشوفين ظروف الحادث المؤلمة يعني في غرفة ووجود الوصية، وجود الوصية يعني مع عدم تدخلنا في الأدلة الجنائية ويعني مهمات الأجهزة الأمنية، وجود وصية ما معناه اكو نية ويعني لا الوصية بعد الحادثة دكتور، ما بعد ما هو قتلهم وشاف انه خلص انتهت الحياة فهو لازم يقتل نفسه، فهو وصى، الوصية لم تكن قبل يعني ما كانت هناك نية. يعني ست مو شرط، هي نوع من الوصاية حتى وان كانت شفوية. وهذا نوع من يعني تمام دكتور. دكتور خليني اشكرك دكتور امين الزامل طبيب نفسي، شكرا جزيلا لك ولمعلوماتك ولوجودك ويانا برنامج اهل المدينة. فعلا الجريمة كانت مؤلمة ومن الممكن، وهذا يمكن عدة أشياء ممكن نركز عليها بعد هذه الجريمة. وأرجع وأذكر صح يعني يمكن تخلينا نفكر من جديد بالقرار، لأنه المواطن عادي يكون عنده قطعة سلاح ببيته، تقدر تخلينا نركز أكثر على المشاكل النفسية في المجتمع، أنه هذه المشاكل حقيقية وهذه المشاكل قد تؤدي لمثل هذه الأفعال. لأنه من المستحيل يعني حتى الناس اللي بالمنطقة أقرباء غيرهم الكل مستغرب بأنه هو بس بسبب الديون انه هو هيك سوى، او اكيد اكو ضغط، اكيد عنده حاله نفسيه. لو مثلا حاج ويا طبيب نفسي كان يمكن خلينا قدرنا نحمي احنا بشكل نحمي عام هذه الارواح. احنا بشكل عام بعيدا عن هذه المشكله بالذات، احنا عندنا التراكمات. التراكمات مو شرط انه تكون على مود فلوس، يعني هذه كانت النهايه. مثلا احنا عندنا تراكمات، كنا نحكي الحروب الحصار، هاي كلها تراكمات باقيه بالعقل. من نقول لكم احنا الطفل الصغير اللي ينظر تبقى اكو هذا هنا اكو مخزن يخزن هذه الذكريات الاليمه، وان ما طلعت تطلع واحد ممكن انه ما يعرف يحكي عدل، ما يعرف يمشي عدل، ما يختلط ويا الناس، يعاقب نفسه، يؤذي نفسه، يؤذي غيره، يؤذي حيوانات مثلا، يصير هو شاذ. هاي كلها هي تراكمات، مو شرط انه هذه الحادثه هي ادت الى هذا هي، ولا انه نقول هو اوكي تمام اخلاقه زينه، لكن احنا كلتنا عندنا تراكمات. احنا دائما نحكي نقول كلتنا لو بخي غير دول يودونا احنا نتعالج نفسيا وان كانت بنسب، يعني احنا مرينا بظروف استثنائيه، يوميا نمر بظروف استثنائيه. ليش يمر الطفل كهرباء وتجي الكهرباء وينقطع الماي وحر وبرد، وهاي كلها المعاناه، واجا الغاز وماكو نفط، واجا البنزين وصعد، هذه كلها متراكمات، هذه تراكمات، هذه كلها مؤذيه. واحنا كمجتمعات اصبحنا مجتمع مفكك، سابقا كان الانسان يرجع الى بيت اهله يجي يفضفض زوجته، يجي يفضفض الاخت، احنا هسه ما واحد يسمع للثاني، واحد يقول يا معود انت بطران، يا معود انت سببك، واحنا نلوم، احنا هوايه عندنا ملامه. انا متاكد يجوز اجى مع ديونه حاول انه يفضفض ما حد استقبله. ما اريد انا ابرر له، لكن هذا هو واقعنا، احنا صرنا ما نسمع البعض، احنا عايشين فراده وليس مجتمع باكمله. لنقطه اخيره قبل ما نغلق هذا الموضوع يخص المجتمع، انا شفت الموضوع باعتبار احنا نعمل بالاخبار وبهذا يعني احيانا نجبر على انه نتابع يعني او نشوف نجبر. انا بطريقه يعني بطريقه غير مباشره شفت المقطع وقلت لكم للتسعة ونص الصباح يلا قدرت انه انام، وضعي لحد الان مو تمام، لا ضغط ولا يعني نفسيا. أنا شفت هناك إصرار من نساء مو رجال، إصرار على أن يبعثوا لهم الفيديو ويشوفونه. المجتمع خطير، وأنا أحتاج أنه فعلا مختصين، وممكن يعني فاتني أنه أسأل الدكتور، لكن هذه دعوة لكل المختصين النفسيين. إحنا شلون أكو مجتمع يريد يشوف بحيث يدزونا يا على الخاص، نريد نشوف شلون ومتابعين فريم فريمه لقطه لقطه، بحيث قاعد يقولون هذا بيطلقه وهذا الطفل في راسه. المجتمع اصبح مخيف، ومن يتابع هذه المواضيع اقول لكم اياها ويتابعها بقلب بارد ايضا ينخاف عليه او ينخاف منه عفوا، وينخاف لازم هم عليه. شلون؟ انه لا تحاول انه تشوف مثل هكذا اشياء. القلوب الضعيفة لازم تبقى انه عندها اكو حنية، اكو محنة، اكو خوف، اكو رعب. هذا الخوف ليش قاعد يشيلوه خاصة النساء؟ لا تشوفوه، لا تخلون اولادكم يشوفوه، ممنوع منعا باتا انه احد يشوفه او تخلون اولادكم. انا اعرف اكو ناس ممكن عادي عندها انه ابنها شافه، اخوها شافه، هذا التعود على الدم والقتل والعنف ترى يولد عنف بالمجتمع وان كنتم لا تدرون.
فأتمنى أنه نبتعد عن هذه المواضيع. إيش قد أثرت علينا الألعاب الإلكترونية اللي بها عنف؟ إيش قد أثرت علينا الأفلام اللي بها عنف؟ المسلسلات اللي بها عنف؟ الأغاني هم اللي بها عنف؟ هذه كلها بالذاكرة تبقى وبالتالي تطلع ضمن حياتنا اليومية. سلامة للجميع إن شاء الله يا رب، وما نحكي بمثل هكذا فواجع مؤلمة للغاية إن شاء الله يا رب. ومن ضمن الضغوطات المجتمع العراقي يعيشها بشكل يومي هي نقص الخدمات. ففي الديوانية وبمنطقة حي الجامعة بالأخص يقول لك هذه المنطقة صار لها 20 سنة مداخلها الخدمات، هاي منطقة زراعية بعدها تحولت إلى طابو ولحد الآن ما واصلها التبليط الشوارع ولا باقي الخدمات اللي من المفروض أي إنسان قاعد بمنطقة مشتري بيت بفلوس تكون بهذه الطريقة وبهذا المنظر. المواطنين هناك هددوا إذا ما دخلت لنا الخدمات احنا حنقطع الطريق الرابط بين الديوانية وباقي المحافظات لأنه منطقتهم وقع على هذا الطريق. خلينا نشوف هذا التقرير ونشوف الناس ايش قالوا حول هذا الموضوع ونرجع. اصحاب القرار، اصحاب القرار موجودين بمنطقه حي الجامعه بحيث يقنها يسكنون بيها من محافظه عضو مجلس النواب المسؤولين وكافه الدوائر. هذه افتقرت الكافه مقومات الحياة، يعني لو تجي بأيام الأمطار تجي تلقى هذا الحي يعني عبارة عن مسبح. للأسف احنا المعاناة نقول هاي منطقة عندنا، هاي منطقة الطابو، هاي منطقة يعني شغل لك تسكنها 7000 شخص، 4000 قطعة غير الزراعيات، الزراعي حدث ولا حرج، يعني حالة يرتى إليها المريض لا سمح الله، حالة الحريق، الدوريات تفتر ماكو. احنا اهم مشكله عندنا هي مشكله تبليط شوارع حي الجامعه. حي الجامعه مثل ما قال السيد المختار انه هي من 2006 احنا نسكن بها، احنا كافي نسكت بعد. نحب نقول لهم انه كل مسؤول ما يشتغل بصوره صحيحه فهو راتبه سحت وحرام عليه وعلى اطفاله وعلى عائلته. احنا هاي المنطقه المشكله اللي بيها انه كانت في السابق منطقه زراعيه فتحولت الى طابو، لذلك المنطقه الزراعيه من تصير امطار يعني حاله يرثى لها. انتم لو جايين في موسم مطر يعني هاي الوقفه مالتنا ما نقدر نوقف، اطفال ما تقدر تعبر للمدارس، نساء ما تقدر تعبر، شيوخ ما يقدرون. معاناة حي الجامعة، فهذا الحي طبعا تأسس بعد السقوط بال 2003 2004 بدأت الناس تسكن هنا، لكن بعد الآن مر 20 سنة وهذا الوضع اللي يشوفه مقابلك هو شوارع منكوبة، حي منكوب مفلشة، يعني بمجرد أن تمطر الدنيا يصير مثل ما فرض تجوال صراحة، لأنه ما تقدر إلا أن السيارة تطبق بباب البيت إلا تقدر تشيل العائلة وتشيل الأطفال. إحنا وصلنا إلى مفترق طرق بالحقيقة، أبناء الجامعة يعني حي الجامعة الآن يتهيأ إلى تظاهرة وإلى اعتصام، هيأنا السرادق بالحقيقة. الآن نحن عندنا اجتماع هذه الليلة ويوم غد إن شاء الله ممكن أن يقطع الطريق، وقطع الطريق سيسبب أذية لجميع أبناء المدينة. هذا الطريق طريق شريان حيوي، هذا الطريق يربط الديوانية مع مجموعة كبيرة من المحافظات ولا يوجد عنه بديل. على المسؤول أن يلتفت أن أبناء إحنا بالحقيقة وصلنا إلى حد لا نستطيع الصبر، صبرنا كثيرا أكثر من 20 سنة، صبرنا وعود وعود كاذبة لم نجن منها خيرا للأسف الشديد. يعني طريق ده تشوفون طرق بهذه الحي وهذه المنطقة شلون صايرة، وبعدين لما يطلعوا مظاهرات ويغلقون الطرق نقول لهم يا بنت ليش طالعين مظاهرات وليش موقفين عجلة الاقتصاد؟ ما هي عجلة الحياة واقفة عندهم منطقتهم بسبب ماكو حتى تبليط بها. طبعا حق رد مكفول لكل الأشياء اللي ذكروها أو حق رد على كل الأشياء اللي ذكرت فيها التقرير من قبل المواطنين. هذا المواطن قلبه محروق على المنطقة اللي عايش بيها صار له 20 سنة، يعني تخيل واحد مثلا إذا حتى لو استوى مولود بالدنيا بهاي المنطقة سوى شاب عمره 20 سنة بالضبط. فتخيلوا هم جيل كامل عاشوا حياة كاملة اللي 20 سنة بهذه الظروف، بهذه الظروف يطلعون إذا من المطر غرقانين وطيانة وما يقدرون يوقفون، إذا بالصيف التراب والعجاج وما يقدرون يتحركون منا لهنا، فإذا يحشوهم من حرقة قلبهم. فإن شاء الله يكون هنالك رد من
محافظة الديوانية على هاي المنطقة وحلول عاجلة قبل ما يقطعون الطريق بالضبط. ويسوون هاي المظاهرات. ما يعني هذا طبعا آخر حل الناس توصل له. يعني فعلا ما حكوا به، فنتمنى يكون هناك فعلا واحد يروح للمنطقة. ضروري والله. ومن الجهات المعنية المسؤولة وبالتالي احتواء الموقف تطمين الناس ويقول يابا شنو تردون واحد اثنين ثلاثة احنا راح نحولها إلى الحكومة المحلية وإن شاء الله تباعا راح يتم حل الموضوع. وما أعتقد أنه تحتاج أموال كثيرة، واضح تماما بيوت موجودة يعني محتاجة بعض الأشياء البسيطة يعني مقارنة بالأموال اللي نصرفها. طيب نروح إلى الموصل. في الموصل هناك جت لنا شكوى من بعض أصحاب البسطات. بسطات يعني هي من نرجع نقول بسطات يعني هم مؤسسيها، هم يعني إحنا كلنا نعترف أنه هم ممكن تجاوز على الرصيف، لكن تعرفون هذا الوضع اللي احنا عايشين به الناس شو تسوي من لا شارة من اي مكان تطلع لها اي شيء في سبيل انه هي تمشي حياتها اليومية. لكن هناك سمعوا هناك استثمار او توسعة للمقبرة الموجودة في الموصل، موصل الجديدة، ومن الممكن ان يشمل هذا الشارع اللي به هذه البسطات. لذلك هم يقولون احنا وين نروح اذا تم ازالتنا، احنا عندنا بس هذا الرصيف. هم يعترفون واحنا نعترف انه تجاوز، لكن احنا خلينا نقدر انه نحل للطرفين. اوكي تمام ممكن التوسعه مهمه ما اعرف، وهذا هي موضوع يحتاج يعني تدخل الجهات المعنيه تقول لك لازم اكو توسعه، لكن على انه انا ما اثر على الناس اصحاب البسطات اسوي لهم مكان ثاني جديد واسوي سوق، سوي سوق حقيقي بدل ما هم بسطات لا مرتب ابني حتى لو بتكلفه بسيطه، كل الناس راح تروح للسوق الثاني ويكون قريب طبعا من المكان الاصلي. خلينا نشوف احنا موضوعهم، اتمنى انه ما تقطعوا رزق احد، وبنفس الوقت ما نبقى على موضوع التجاوزات حتى نطبق القانون بشكل صحيح والاهم من هذا بشكل عادل. الله وكيلك، انا عامل صاحب بسطات امتلك يوميتي 5000 دينار، يعني هاي تكفيني، يعني يوميه 5000 دينار، يعني تكفيني 5000، هل تكفيني 5000 دينار؟ انا متزوج وعندي طفلين يعني عندي عائله، وانا من ضمن الشهداء الخمسه اللي حكوا، انا عندي خمس شهداء امانه الله، ربع دينار انا ما املك من الدوله، ربع دينار، خمس شهداء عندي وهي مدفونين ورايا. الله وكيلك، يجي المستثمر يستثمر فوق اهلي، يعني الله ما يقبلها من فوق والله. احنا جماعه موصل جديده، جماعه البسطاد موصل جديده، مقبر سياج المقبرة من موصل جديدة، جانا مستثمر قال أخويا هاي إزالة، إزالة بربكك واحد يستثمر رصيف، وين صايرة هذه؟ وين نروح؟ وين راح ننطي وجهنا احنا نروح؟ احنا أصحاب بسطات موصل جديدة، بينا أهل المخضر وبين أهل البالات وبين أهل السكراب، من جامع فتح العلي إلى دورة الرسالة. من قبل عيد إجانا مستثمر بحجة استثمار رصيف، رصيف مال المقبرة، وأنا بأي قانون بأي دولة رصيف مال المقبرة أو رصيف حي الله رصيف يستثمر. زين يريد مني 150 بالشهر مثلا، منين اعطيه 150؟ انا لو عندي 150 راح تعالج الصفحه، اجرت وقعدت وما احتاج. يريد يعطونها يقول لابد انها تسوونها كشاك، يريدون يقول يابا سووا شغله نظاميه، ما مشكله نصرف عليها كنا، وكل واحد يعرف مكانه يصرف عليها. شلون يريدون السيراميك نسوي لهم السيراميك، ندين الله وكيف نسويها. او اكو مستثمر يجي يستثمر رصيف، احنا قاعدين بيها عن السبب الله بيها، كل محل بعائله وبعائلتين، يعني المستثمر شي يريد من عندنا؟ أسعى الطيبين ما خلصوا، والميتين يفوت يستثمر فوق الميتين، وينكوا قانون؟ وينكوا نظام؟ واحد يستثمر مقبرة، هي مقبرة عالم ميتة بيها، يعني فوق الميتين تجي تستثمر هي الطيبة ما مخلصة. واحد يتوقع ان هذول اصحاب البسطات عندهم 100% ما عندهم، ما عندهم فلوس، اكيد ما عندهم فلوس. يعني اكثر من مره نقولها خاصه من موضوع التجاوزات، توفير اماكن بديله ينظم المدينه مثل ما انت تريد تنظم المدينه بازاله التجاوزات، ايجاد اماكن بديله ينظم المدينه. ليش؟ لان مثلا انت هذا بالبسطه هو عايش على هاي البسطه، شيلته من هنا، جبت شفل وشيلته، اي حيروح يفتحها بغير مكان، لانه صحيح. يعني مو منطقي شلون يعيش هذا الرجال مثلا، هسه هذا بالبسطه استسد انت جبت الشفل وشيلته، وانطيته استثمار، والمدينه صارت حلوه، والدوله صار عندها فلوس، واخذنا فلوس، والمحافظه، اي ما هو هذا بالبسطه حيروح يفتحها بالمنطقه اللي هو عايش بيها، حيفتحها بغير مكان، ودوامه دوامه، يعني انا قصدي الحل يجب ان يكون متكامل لازاله التجاوزات. وبنفس الوقت راح يكون حاقد عليكم. حاقد عليكم ويفتحها مرت اللخه ورجعنا التجاوزات. في حين حتى الدول الاخرى والعربيه يعني اكو كانت عندهم بسطات هم سووا اسواق. سوق طبعا. سوق مرتب، سوق شعبي.
ومرتب وحلو ونظيف، وبالعكس يعني راح يكون تعاون، المواطن يشعر بارتياح، حتى الناس يشعر بارتياح. اول شيء انتم التجاوز شلتوا، وبنفس الوقت السوق مرتب، يحس الانسان بقيمته انه هو رايح السوق مرتب. وشو اللي انت تقدر البلديه تسويه وتاجره وهم تربح فلوس؟ هم تربح فلوس، من يكون مكانه مرتب راح يكون هناك اكيد اقبال اكبر. لذلك الحلول هي مو تعجيزيه ولا صعبه، بس انتم ما تردون تحلون، انتم تردون تحلون مشاكل الغير على حسابكم انتم، حتى مجرد انه تنحل مشاكلكم وتتعقد على الغير. ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل بقيه المواضيع في كل مكان عندنا اليوم في هذه المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر. في امان الله. حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ذكرناها بحلقتنا لهذا اليوم. تحياتي وتحيات الكادر، الى اللقاء.